ميني بارك يا ما كانش عند الجميع قضية كتستحق الاهتمام على الصعيد الوطني، فإنما محليا كتستحق اهتمام لأنها كتعني أناس من أحياء فقيرة، وثانيا بأن حالة قانونية خصها ينظر إليها من طرف الناس ديال القانون. أولا نرجعوا شوية بالذاكرة الوراء لسنين التسعينات، الفكرة ديال الميني بارك ديال هذا العبد الضعيف كان تفكر في وسط التسعينات، المغفور له الحسن الثاني كان لقى واحد الخطاب كيقول بأن المساحات الخضراء ديالنا والفضاءات في المدن الكبيرة ولات كلها مزبلة، وكان حدايا واحد الأجنبي بحكم أنني كنخدم مع واحد الشركة أجنبية سولني اش كيقول سيدنا، قلت له اش كيقول اش كيقول، قال لي الملك ديالكم على صواب، ولا سيما أنكم في هذه البلاد كتنقصكم الفرحة، الناس ما ضحكاش، الناس ما بيناش الفرحة على وجهها. قلت له الله يرحم ضعفنا، احنا بلاد ضعيفة. قال لي لا، كيبا ضعف منكم، ولكني في العشية كيعيشوا بجوج دولارات، واني في العشية كيكونوا ناشطين، كيضحكوا، كيصايبوا، كيخرجوا يشطحوا. خصكم فضاءات، فضاءات ديال التنشيط وديال النشاط. وانا تجي في راسي واحد الفكرة، واتصلت بصديق ديالي ديال الطفولة اللي كان أنا ذاك رئيس مجلس البلدي ديال يوسفيا وهو عمر البحراوي، كتربطني مع صداقة ديال الطفولة وعلاقات شبه أخوية، وعرضت عليه الفكرة، قلت له خصني أرض ندير فيها شي مشروع ترفيهي، وأنا نخمم في واحد الحي قريب ليلي وهو حي اليوسفية، هي مقاطعة اليوسفية اللي كتضم أفقر مناطق الرباط، دوار الحاجة، بيزنطة، قريش، شي حوايج ما كيعرفوهمش الناس اللي ساكنين في جهة أخرى. وخممت في هذاك الفضاء وعرضت عليه مشروع، قلت له مشروع ترفيهي، أنا ذاك قلت له في اليوسفية يبغى واحد يشرب قهوة كيخصو يشد تاكسي يمشي حتى للسونترفيل، فلوس التاكسي خيار يشرب بهم قهوة، ويدا مع المرأة هاش غتقام عليه، ويا بغى يلعب الوليد ديالو غادي يخصو يمشي للدار البيضاء ولا السلا ولا شي بلاصة بعيدة غتقام عليه القضية غالية. وخممت ندير تماك فضاء ترفيهي متكامل، تجيلو العائلة أب أم دراري كلشي يلعب بشي حاجة قليلة ديال الفلوس. عرضنا القضية على سي بن شمسي الله يرحمه، خدينا الموافقة، كانت ديك أنا ذاك مصادقة على صعيد الوزارة، تبعت أنا الملف شخصي، درت معايا خلقت له شركة، درت فيها معايا جوج البنات خريجة التعليم العالي ما صابوش خدمة ذاك القيطة، درتهم معايا باش يمشيوا هذاك الشيء، ومشينا قلنا بسم الله. المشروع لقى نجاح كبير باير، الناس ولات كتجي له من كل جهه من مدن اخرى، الناس كتجي نظرا لتعداد الانشطه اللي كانت فيها. على اي اساس درنا اتفاقيه والشراكه مع كنقول شراكه لان مشروع ترفيهي يا ما كانش مع جماعة، يا ما كانش شراكة، مشروع محكوم عليه بالموت ماشي بحالتو. درنا سيدي قرار هاو نسلمكم نسخة منه من 97 في 20 عام، خدينا دفتر التحملات في 98 99 كنا
اوبيراسيونيل. اش كيقول هذا القرار هذا؟ كيقول بان كل ما شيد فوق هذه الارضيه يرجع من بعد 20 سنه ملكيه ديال البلديه. بنينا شيدنا درنا حدائق، ما خلينا ما درنا فيه عشرات الملايين ولا مئات الملايين اللي درنا تماك. في المقابل البلديه كتعطينا كتوفرنا الاناره ديال الممرات العموميه والماء للسقي. المرافق العموميه تماك، هو مسجد، هو مراحيض، هما ناس كيدخلوا من الباب ويخرجوا من الباب. لابد البلديه في اطار المساعده اللي غادي تعطينا. وتمشات الامور الحمد لله بخير، جاوا جمعيات رياضيه، جاوا ناس فرحانين. انا غادي نعطيكم واحد المجموعه ديال الصور اللي كانت شاده على الماضي، وديك الشيء اللي درنا في هذاك المشروع. يالله كيذكر بشويه اللي بغى يتفكروا يبقى فيه الحال، يالله كيذكر بحدائق الاندلس. ما خلينا ما درنا بحيث حتى باش الناس مساكن دراوش كاين يمكن اللي تولد تماك ومن بعد 20 عام و 30 عام ما غاديش يشوف شي امور. حتى من لي كرون موزي بحال دابا البرادو في مدريد ولا هذا كنجيبو كنديرو الدوبليكاتا ديال الصور وكنعلقو من تماك. جبنا لهم منحوتات ما خلينا ما درنا، جبنا نحاتة كبار اللي بانوا تماك والصور مازال كتشهد بهادشي اللي داروا. وتفتحوا هذا الشيء اللي نجوا في الميني بارك، فتح لهم افاق في دول اخرى وتوفقوا. وبدينا كنخدموا الناس ديال الحي، خدمنا ناس حتى وصل للبارك يخدم ما بين 50 و 60 واحد مباشره ولا بطريقه غير مباشره. الناس خدامه عايشه هانيه، وهذوك الناس كلهم دراوش اللي ما يتم من مو يتم من باه. وحتى اللي كيكبروا وليداتو ملي كيدير 14 7 سنين كيخرج من المدرسه، اللي كيوصل 14 عام كيخرج للشارع، 16 عام كتسول عليه فين هو ولدك، راه في الحبس لان ما عنده والو. وهذاك البارك كان كيجمع الالوف الناس. النهار اللي كتكون شي مباراه الكره على الصعيد العالمي ولا ما بين فرق معروفه كيكون البارك عامر والناس راشقه عليها وضحكه. ومشات الامور بخير.